انا عايزه بس اسالك حاجه عن المباراه كمان تحديدا الاخيره اللي احنا لاحظناها بشكل كبير، لان بعض طلع قال لك ايه دي مباراه سهله، هو انتوا يعني هتبداوا الموسم فرحانين قوي بمباراه اصلا تحصيل حاصل؟ كلام زي ده سمعناه كتير، لكن انا او احنا لا بنلتفت لنفسنا، ادائنا متغير ولا لا، خططنا في الملعب عامله ازاي، اللعيبه روحها ازاي. انا شفت ولحضرتك برضو تتفق معايا كان في انتشار بشكل كبير جدا في الملعب، والانتشار ده هو اللي خلاك يبقى عندك استحواذ وبالتالي اثرت على نتيجه المباراه، فده في حد ذاته برضو نجاح وذكاء من كولر. هو اقول لكم برضو بالنسبه للنقطه دي، ناس كتير بتقول انها مباراه سهله. التخيل هي سهله عشان احنا حققنا الهدف، لكن مش سهله في الملعب، لان الفرقه اللي قدامك ما عندهاش حاجه تبكي عليها، وانت ما تخافش من غير من الفرق اللي هي بتلعب بدون ضغوط، هي بتلعب بدون ضغوط، فعايزه تحسن نتيجتها عن المباراه السابقه، فاذا عندها دوافع اعلى ودوافع اعلى من المباراه السابقه، والدوافع دي بتبقى ساعات يعني تؤثر عليك تاثير سلبي بالنسبه للفرقه. الفرقه دي عشان جايه، فتلاقي مثلا الجري كتير، الاشتراك، الالتحام، الدوافع الداخليه ان عاوزين يثبتوا ذاتهم قبل ما يخرجوا من البطوله، فدي دوافع تانية لهم. ما نفتكرش ما فيش مباراه بدون دوافع، صحيح، اي مباراه في العالم بدون دوافع. حتى الفرقه دي معروف انها خرجت، خرجت، لكن ما نقولش انها خرجت، لان هي في الملعب موجوده وفي 90 دقيقه هيلعبوا، وعندهم دوافعهم الخاصه غير دوافعنا. دوافعنا ان احنا نحافظ على لعبتنا، دوافعنا ان نستمر في ادائنا، دوافعنا ننفذ الفكر الخططي اللي احنا شغالين بيه. دوافعهم هم ان هم عاوزين يعوضوا المباراه السابقه باداء الى حد ما يكون معتدل. اتغلبوا هناك ثلاثه، يقول لك ما اتغلبش هنا مثل واحد وعلى ملعبهم، لكن اتغلبوا اربعه، صحيح. فالدوافع طالما اختلفت فثق ان المباراه هتبقى مهمه لهم، واحنا ما نقولش المباراه ما فيش مباراه في كره القدم سهله.